اهلا بكم اعزائي المستمعين، اعزائي المستمعات، بنرحب بكم النهارده في حلقه جديده وموضوع جديد هنتكلم فيه عن عصائر لحرق الدهون. العديد لا يستطيعون المداومه عن الحميه الصحيه والتقليل من الطعام، ومنهم لا يستطيع ممارسه الرياضه بسبب ضيق الوقت او كثره الاشغال او بسبب العديد من الامراض. اليوم سوف نعطي حلول بسيطه وفعاله ومحببه للجميع، وهي تناول بعض المشروبات الغنية والمفيدة التي تعمل على تخفيض الوزن وحرق الدهون بسهولة. وسوف نذكر منها أولا تناول الشاي الأخضر يوميا، فهو كفيل بحرق الدهون. الدراسات الحديثة قالت إن الشاي الأخضر يحرق ما بين 35-43% أسبوعيا، وذلك عند تناول الشاي الأخضر بانتظام. أيضا الوصفة الثانية قد يجهلها البعض، وهي شرب 10 أكواب من الماء المثلج يوميا، حيث يعمل الماء المثلج على إذابة الدهون، لأن الجسم يبقى يحرق الدهون حتى يصبح الماء المثلج نفس درجة حرارة الجسم. شرب الحليب الخالي من الدسم، حيث أن الحليب غني بالكالسيوم الذي يساعد على حرق الدهون في الجسم. الزنجبيل والشاي الأخضر والكمون والنعناع، وهو مشروب مفضل لدى الكثيرين ويفضل شربه 3 مرات يوميا. عصير الكيوي والأناناس، ولكن هذا المشروب يحتاج لحمية وبعض التمارين الرياضية الخفيفة والمشي، وتظهر نتائجه بعد تناوله باستمرار لمدة 15 يوم متواصلة. غلي الليمون والبرتقال مع بعضهم البعض ويشرب 2 كوب يوميا، ستظهر النتائج بفاعلية خلال فترة بسيطة. مغلي البقدونس، يتم تحضيره عن طريق غلي البقدونس، جميع أجزاء البقدونس وشرب منقوعها باستمرار وبشكل يومي. مشروب الخوخ، يتم تحضيره عن طريق إضافة 1 كوب من الحليب المنزوع الدسم و1 كوب من الخوخ المجمد وملعقة كبيرة من بذر الكتان. يتم خلط المزيج جيدا في الخلاط ونصبه، ونضيف له بذر الكتان، ثم يشرب يوميا. يمكن استبدال الخوخ بفاكهة أخرى مثل الأناناس أو التفاح أو التوت. يوجد أيضا عصير الموز وزبدة الفول السوداني. في هذه الوصفة نضيف 0.5 كوب من الحليب منزوع الدسم، و0.5 كوب من الزبادي الخالي الدسم، وملعقتان من زبدة الفول السوداني، و0.5 موزة، و4 مكعبات ثلج. ولا ننسى العسل لفوائده الكثيرة، نضيف ملعقة كبيرة من عسل النحل. يتم خلط المكونات في الخلاط، ومن ثم نقوم بشربها يوميا. مشروب الثوم المخفوق، يتكون من فص من الثوم المقطع، نصف حزمة بقدونس، حبة خيار واحدة، 4 حبات جزر، عود كرفس. يتم تحضيره عن طريق خفق المكونات جميعها في الخلاط حتى تندمج وتصبح ذات قوام ملس، ويتم تناولها يوميا، وهي مفيدة جدا لأصحاب الضغط العالي. أيضا عصير الطماطم، وتتكون من 6 حبات من الطماطم الطازجة، 3 حبات بصل أخضر، ربع حبة فلفل أخضر، ونصف حزمة سبانخ، ونصف حزمة بقدونس، و2 حبة جزر، وعود كرفس، وعصير ليمون، 2 ليمونة. يتم خلط المزيج في الخلاط وتناوله يوميا. وبعد سرد العديد من المشروبات اليوم والوصفات التي تعمل على حرق الدهون، يجب علينا ممارسة الرياضة والحفاظ على نظامنا الغذائي. لا تنسوا أن قبل أن تبدأوا بأي وصفة من الوصفات التي نقولها دائما على القناة، أن تستشيروا طبيبكم وتتأكدوا بأنها تناسب صحتكم حتى تعيشوا في حياة صحية أفضل. كان معكم المهندس أشرف أسامة، وانتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.